بزنس من غير ويب سايت كأنك مش موجود. علشان تكبر شغلك وتنتشر صح انت محتاج لويب. وانا هعمل ايه بالويب سايت يعني؟ ببساطة اعتبره مكتبك الالكتروني مفتوح 24 ساعة في خدمة عملائك. انا مكسرة انستجرام كده كده، ايه الفرق يعني؟ السوشيال ميديا مهمة طبعا، بس من خلال الويب سايت بتاعك هتقدري تعرضي خدماتك ومنتجاتك بالشكل والطريقة اللي تحبيها، وكمان تقدري تربطي الويب سايت بمواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بيك. طيب ما هو في شركات كتير متخصصة في خدمة تصميم المواقع، اشمعنى انتوا بالذات يعني؟ بس الميزة في ولت انك هتقدر تعمل الموقع بتاعك في 5 دقايق بس، مش هتستنى شهور كتيرة عشان تستلمه وتخش في دوامة تعديلات كتيرة مع الشركة. وافهم ايه انا في البرمجة عشان اعمل ويب سايت بايدي؟ بقول لك ايه، دي شكلها نصبايا وهنفضل نلف ورا بعض في المحاكم كتير. انا جبت سيرة برمجة؟ ما هي معروفة، ويب سايت يعني برمجة. في اكتر من 100 تصميم جاهز تقدر تختار منه اللي يعجبك، وكمان تقدر تعدل عليه بكل سهولة. اجرب وانا مطمن. في اكتر من 200,000 مستخدم في الشرق الاوسط عملوا موقعهم من خلال ويب، ويقدروا يتحكموا ويعدلوا عليه بكل سهولة وعلى مزاجهم. تعرف اني بفهم في الستايلنج؟ تقدري تتحكمي في الالوان، الخطوط وكل عناصر الويب سايت بدوسة واحدة. طيب بس انا عندي كلاينتس في دول كتير برا ويهمني انهم يفهموني. تقدر تخلي موقعك باكتر من لغة عشان تتواصل مع عملائك، وده علشان ويلت بيدعم اكتر من 90 لغة مختلفة. طب وهبيع منتجاتي ازاي؟ ويلت بتوفر لك اسرع طريقة لتصميم متجرك الالكتروني اللي من خلالها هتقدر تضيفي خدمة الاونلاين بيمنت اللي من خلالها عملائك هيقدروا يدفعوا باكتر من طريقة، وكل اللي عليك انك تتابع عمليات الطلب والدفع من موبايلك. انا ما بمشيش بنفسي. موقعك هيكون مصمم بحيث يكون ملائم لكل الأجهزة سواء كمبيوتر أو موبايل، وكمان هيكون مهيئ لمحركات البحث زي جوجل، وده علشان نشاطك يظهر بشكل أكبر. طب افرض حبيت أجرب الأول وما ارتحتش؟ تجربة مجانية لمدة 14 يوم وبدون أي رسوم، مع فريق دعم فني بيساعدك خطوة بخطوة علشان تبني موقعك الاحترافي بكل سهولة. ويلت، موقعك وانت في موقعك.